خلينا نروح لقراءة في الصحف الدولية واللي سلطت الضوء على زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة مع استمرار العدوان على غزة وقصف المخيمات ووقوع ضحايا جدد بين المدنيين المحتمين بالمنظمات الإغاثية، وده طبعا بيتزامن مع بدء محكمة العدل الدولية بالنظر في قضية الإبادة الجماعية المقدمة ضد إسرائيل. عايزين نتعرف على تفاصيل أكتر عن المقالات وما تناولته الصحف خلال الأيام اللي فاتت من الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الصنوطي نائب رئيس تحرير الأهرام. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. يا أهلا بحضرتك أستاذ طارق. هنبدأ مع حضرتك من التحركات الأمريكية. من الفاينانشال تايمز بتقول إن بايدن بيقول إنه بيضغط على إسرائيل الخروج من غزة، هل ده حقيقي؟ تفاصيل هذا المقال وكمان تفاصيل تحركات بايدن وإيه الدوافع لده؟ اولا لابد ان نؤكد ان الصحف العالميه ووكالات الانباء تهتم بشكل كبير جدا بالاوضاع في غزه، الاوضاع الماساويه في غزه التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء القصف المستمر والعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزه. بايدن دائما ما يطلق تصريحات، وفي رايي انها تصريحات لا تقدم ولا تؤخر، فهو هي تصريحات للاستهلاك المحلي، وهو يريد ان يكسب شعبيه داخليه بعد ان خسر كثيرا نتيجه مواقفه المتخاذله والغير متوازنه تجاه العدوان الاسرائيلي. فهو دائما داعم لاسرائيل، وما يتردد وما يقوله انه يسعى للضغط على اسرائيل لاخراجها من غزه هي مجرد تصريحات اعلاميه فقط لتهدئه الداخل الامريكي. نعم، هي في الداخل الامريكي فقط، ولكن الواقع الفعلي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمارس أي ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها المدمر على قطاع غزة، بل على العكس الولايات المتحدة هي التي توفر الآلة العسكرية لإسرائيل وهي التي تدعمها معنويا وماديا وعسكريا. زيارة بلينكن للأراضي الفلسطينية المحتلة وزيارته لإسرائيل وجولته في المنطقة، كل هذه الجهود الأمريكية هي في النهاية محصلتها صفر، لأنها لم تؤتي ثمارة حتى الآن ولم تؤدي إلى أي نتائج فعلية على الأرض. معاناة الفلسطينيين مستمرة بشكل كبير جدا، وهناك مآسي نراها يوميا ينقلها الإعلام الدولي والإعلام المصري وكافة وسائل الإعلام المختلفة. لابد أن تتكامل جهود الولايات المتحدة الأمريكية مع الجهود التي تقودها مصر قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار وهذا الملف الهام والحيوي لمصر. تلك الجهود المصرية المستمرة في هذا الأمر منذ بداية اندلاع الأزمة حتى الآن. الولايات المتحدة الأمريكية لم تحرك ساكنا في هذا، هي جولات يأتي بها وزير الخارجية ثم يعود دون تحقيق أي نتائج، تصريحات تطلقها الإدارة الأمريكية سواء من الرئيس بايدن أو من وزير خارجية أو من وزير الدفاع الأمريكي أو عدد من الوزراء، ولكن في الواقع الأمر أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة حقيقية أمام العالم كله. لا يتحرك العالم لعمل شيء، منظمات دولية عاجزة عن تقديم مساعدات، مصر تبذل جهودا مضنية على مدار الساعة في إدخال المساعدات، في إقامة مخيمات، في إيصال الصورة الحقيقية المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني للعالم، ولكن وسائل الإعلام الدولية رغم هذا تسلط الضوء وبعضها يسلط الضوء على استحياء على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب حضرتك ذكرت زيارة بلينكن، وهو ما ذكرته البي بي سي اللي اتكلمت عن زيارة بلينكن الرابعة للمنطقة منذ اشتعال المواجهات. بنشوف تحت عنوان بلينكن يؤكد ضرورة تمكين الفلسطينيين من البقاء في غزة، ترى ده يعتبر رد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الأخيرة اللي رجع تاني يتكلم فيها عن تهجير الفلسطينيين؟ أولا زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن للمنطقة هي زيارة هامة دون شك، ولكن لابد أن نتحدث عن نتائج هذه الزيارة. هناك تخبط كبير جدا في الداخل الإسرائيلي، وهناك انقسامات، وهناك فوضى في الإدارة، هناك عدم رؤية للصراع وأبعاده المختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية تشارك إسرائيل في هذا التخبط وعدم وضوح الرؤية. أيضا بلينكن يسعى في هذه الزيارة إلى ما يسمى حفظ ماء الوجه الأمريكي، ربما يخرج ببعض النتائج ولكنها لن تكون نتائج
ملموسة ولن تكون نتائج مرضية للجانب الفلسطيني. فالذي يرضي المجتمع الدولي ويوقف تلك المأساة هو وقف العدوان الإسرائيلي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. هل سينجح بلينكين في هذا؟ في رأيي إنه لن ينجح، لأن الإعلام الدولي يسلط الضوء على هذه الزيارة، وفي نفس الوقت يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بدورها الحقيقي والفعال في هذه الأزمة، وإنما تستخدم دائما المعايير المزدوجة وتكيل بمكيالين، فهي تقف ضد الفلسطينيين وضد المواطن الفلسطيني البسيط، في حين أنها تدعم حكومة نتنياهو، الحكومة الإجرامية الفاشلة التي تدمر الشعب الفلسطيني. إذن زيارة بلينكين في رأيي أنها لن تؤدي إلى وقائع حقيقية أو نتائج حقيقية ملموسة على الأرض. طيب، لو فيجارو الفرنسية في نفس السياق بتكتب تحت الضغط وعدت إسرائيل بتخفيض شدة قصفها على قطاع غزة، هل حضرتك شايف أن الضغط ده من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا زي ما كنت بتقول أنه هو فقط تصريحات إعلامية بسبب الدعوة حتى القضائية اللي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة؟ أولا، الصحف العالمية تتناول كافة الأحداث وتتناول الضغوط التي تمارسها الدول المختلفة على إسرائيل، ومن بين هذه الضغوط وفي رأيي هذه نقطة هامة جدا هي القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. هذه القضية هامة للغاية وتمثل فعلا ضغوطا على إسرائيل، ولكنها ضغوط شعبية أكثر منها ضغوط سياسية أو ضغوط حقيقية وفعلية. إسرائيل لا تحترم الشرعية الدولية ولا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم قرارات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وهذا بدعم واضح ومباركة أمريكية. إذن هذه القضية رغم أنها قضية هامة وستمثل إسرائيل إلى أمام محكمة العدل الدولية وستنطلق القضية. طيب معلش لو سمحت لي يا استاذ طارق، يعني ايهما يكون صاحب تاثير اكبر، هل الضغوط الشعبيه ام المواقف السياسيه الرسميه؟ بالطبع الاثنان معا لهما تاثير، فالمواقف الشعبيه تكشف الوجه القبيح لاسرائيل والمستمر منذ سنوات طويله، ولكنه ازداد سوءا وقبحا مع اندلاع العدوان الاسرائيلي على غزه. إذن الضغوط الشعبية هامة التي ممثلة في المظاهرات التي انطلقت على مستوى العالم، وهي تمثل ضغوطا على الحكومات أيضا. أما الضغوط السياسية فهي مهمة لأنها ينتج عنها مواقف ملموسة من الدول. هناك دولا بدأت تغير مواقفها سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو دول في أمريكا اللاتينية أو غيرها. رأينا ما يحدث في أسبانيا، في فنزويلا، في دول مختلفة، في فرنسا بدأ هناك تغيير في الموقف، هناك في ألمانيا اليوم هناك زيارة مهمة لوزير خارجية ألمانيا للقاهرة واستجري مباحثات مع الوزير الخارجية المصري سامح شكري. إذن هناك بعض التغييرات التي تحدث نتيجة هذه الضغوط الشعبية على الحكومات ونتيجة ما ينقله الإعلام من مآسي حقيقية على الأرض تقوم بها الآلة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. إذا الضغوط الشعبية مهمة والضغوط السياسية مهمة أيضا، ولكن في رأيي أن الضغط الرئيسي والهام لابد أن يأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتخاذل عن القيام بهذه الضغوط على حليفتها إسرائيل. طب خلينا نكمل كلامنا عن قضية جنوب أفريقيا اللي أقامتها ضد إسرائيل. بنقرأ من سي إن إن التفاصيل ومذكرة دعم أردنية للدعوة القضائية. أولا، هذه المذكرة الأردنية التي أشارت إليها سي إن إن هي أيضا مذكرة مهمة للغاية، لأن الأردن دولة مهمة في الصراع، فهي دولة من دول المواجهة ولها دور مهم في هذه التصدي للممارسات الإسرائيلية. الأردن دائما تقوم بالتنسيق جهودها ومواقفها مع مصر، وكانت هناك زيارة بالأمس القريب للمعاهد الأردني للقاهرة، وهناك اتصالات لا تنقطع بين القيادتين السياسيتين في القاهرة وعمان. هذه المذكرة التي قدمت بها المملكة الأردنية الهاشمية دعما للموقف جنوب أفريقيا هي مذكرة هامة، وأيضا هذا الدعم سيصب في خانة الضغوط التي تمارسها جنوب أفريقيا والأردن ومصر وعديد من الدول لوقف العدوان الإسرائيلي.
وستكون محكمة العدل الدولية صوتا مهما من أصوات الدولية المهمة. محكمة العدل الدولية لابد أن نشير أنها تتبع منظمة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة هم أعضاء محكمة العدل الدولية، وإسرائيل لأول مرة تمثل أمام هذه المحكمة، وبالتالي ستكون هذه نقطة مهمة. سيكون يومي الخميس والجمعة لجنوب أفريقيا ثم للدفاع الدفوع الإسرائيلية التي أعتقد أنها ستكون دفوع واهية، ولكن في نهاية الأمر هذه القضية هامة، وما ينتج عنها سيكون له تأثير مهم في مسار الأحداث، وإن كان ما ينتج عن محكمة العدل الدولية لا يجد طريقه للتطبيق أيضا. دي النقطة المهمة يا أستاذ طارق اللي الناس كلها بتسأل عنها، إمكانية تطبيق ما سيخرج من المحكمة من قرارات، ده المهم سيدي. إذا كنا نتحدث عن قرارات تصدر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تنبثق عنها محكمة العدل الدولية ولا تجد طريقها للتنفيذ، لابد أن نعلم أن إسرائيل لا تحترم مقررات الشرعية الدولية، لا تحترم الأمم المتحدة، لا تحترم القرارات التي تصدر عنها، وبالتالي أي قرارات ستصدر عن محكمة العدل الدولية لن تجد طريقها للتنفيذ، ولن تستطيع أي دولة فرضها بالقوة، طالما أن هناك دعم أمريكي وغطاء سياسي أمريكي تقوم بتوفيره الإدارة الأمريكية لإسرائيل، وتجعلها تقوم ما تفعله من ممارسات غير شرعية وعمليات قتل واغتيالات ممنهجة للشعب الفلسطيني، وبالتالي سوف تستمر إسرائيل في نهجها هذا طالما أن المجتمع الدولي يتخاذل عن دوره وتراجع دوره في التصدي لتلك الاعتداءات وهذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. أكيد، كل شكر ليك الكاتب الصحفي طارق السنوطي نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا ليك.